بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الإنجالفينج باترن، وهو يتكون من نموذجين: بولش إنجالفينج باترن وبيرش إنجالفينج باترن. أولا بولش إنجالفينج باترن، نموذج الشمعة الابتلاعية الشرائية، هو نمط ساري عاكس للاتجاه الهابط، يتكون من شمعتين، الأولى جسمها أحمر صغير نسبيا، والثانية جسمها أخضر كبير تليها مباشرة. والمقصود بكلمة نسبيا هنا أي بالنسبة للشمعة التي تليها مباشرة تكون أصغر منها في الحجم، وسميت ابتلاعية لأن جسم الشمعة الثانية يبتلع تماما جسم الشمعة الأولى. ويفسر هذا النموذج هو قيام المشترون بمحاصرة البائعين وابتلاعهم والصعود بالسعر لأعلى، وبذلك يكون نجح المشترون في تجميع قواهم ودفع الأسعار إلى أعلى. أما خصائص الشمعتين من حيث سعري الفتح والإغلاق، سعر الغلق في الشمعة الثانية يكون أعلى من سعر فتح الشمعة الأولى، وكذلك سعر فتح الشمعة الثانية يكون أقل من سعر غلق الشمعة الأولى. أما بالنسبة لنموذج بيرش إنجالفينج باترن، نموذج الشمعة الابتلاعية البيعية، نمط سعري عاكس للاتجاه الصاعد، يتكون من شمعتين، الأولى جسمها أخضر صغير نسبيا، والثانية جسمها أحمر كبير يبتلع بداخله تماما جسم الشمعة الأولى. وتفسير هذا النموذج هو أن قام البائعون بمحاصرة المشترين وابتلاعهم ودفع الأسعار إلى أدنى. أما خصائص الشمعتين من حيث سعري الفتح والإغلاق، فإن سعر فتح الشمعة الثانية يكون أعلى من سعر إغلاق الشمعة الأولى، وسعر فتح الشمعة الأولى أعلى من سعر غلق الشمعة الثانية. ولو حبيت أعمل مقارنة بين النموذجين، هلاقي ان نموذج بوليش انجولفينج نموذج شرائي عاكس للاتجاه الهابط، بينما نموذج بيرش انجولفينج نموذج بيعي عاكس للاتجاه الصاعد. والخلاصة في اشكال شموع الحصار الهابط والصاعد توضحها اتجاهات الاسهم التي امامك. أما الشكل الذي أمامك ففيه جميع النماذج الشرائية. رقم واحد عبارة عن بوليش انجالفينج باترن، ده النموذج اللي احنا قلناه ومتعودين ان احنا نشوفه وتنطبق عليه جميع الشروط. أما الشكل التاني فهو مكون من شمع الدوجي تليها شمعة خضراء طويلة، هذا النموذج أيضا بوليش انجالفينج، نموذج شرائي يعكس الاتجاه لأعلى. النموذج رقم 3 نموذج مثالي للبوليش انجولفينج، شمعة كبيرة خضراء ابتلعت بكاملها الشمعة الحمراء، وشروط الفتح والإغلاق متحققة ومتوفرة في هذا النموذج. أما النموذج رقم 4 مكون من شمع الدوجي طويلة الساقين لوجي ليجد تليها شمعة خضراء طويلة، يسمى هذا النموذج باسم المربوزو، وهو أيضا نموذج ابتلاعي شرائي عاكس للاتجاه الهابط. في النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.